أساسا لما في شهر فبراير 2018 تم تعيين كابتن شوقي غريب مدير فني المنتخب الأولمبي، تمام، ولأول مرة في تاريخ المنتخبات إن مجلس الإدارة المحترم بقيادة المهندس هاني أبو ريدة إن أعطى له الصلاحية إن يختار جهازه. يختار جهازه. هو اختار الجهاز بمعرفته. وده أول عنصر، اختار ناس متجانسة مع بعضها، ناس بتحب بعضها، كفاءات متنوعة، بداية من التشكيل الفني بقيادة الكابتن معتمد جمال اللي هو كان مدير فني المنتخب المنتخب الشباب، وبعد كده معاه الكابتن محمد شوقي والكابتن وائل رياض والكابتن سامح عبد الكريم والكابتن كمال عبد الواحد، كل دول اختيارات الكابتن. ولما جه برضه على الشق الاداري اخترنا، انا طبعا مش هقدر اتكلم عن اختار ليه، طبعا راجع ليه، هو اختار ان واحد عنده خبره، واحد في المنتخبات على طول هيستفاد منه والمنتخب يستفاد منه. معانا مع شق جماعه اخوان زملاء الاخ ايمن سليمان والاخ العشري، ومعايا عيد الملابس واحمد حسن وعبد العزيز، معانا مجموعه كتيبه تقريبا بقى لها سنتين بتعمل. واهم شق اللي هو الشق الطبي والتاهيلي والعلاجي والاستشفائي بقياده الدكتور ايمن زين، معه الدكتور صلاح عاشور ومعه الدكتور محمد صلاح، ومجموعه اهم حاجه في اختيارها وبذل فيها مجهود جيد جدا كابتن شوقي غريب ان يكون فيه بينهم عنصر التجانس. ننتقل للاعبين. اللاعبين كان كابتن من يوم ما تعين اشتغلنا على شريحه كبيره جدا. من فبراير 2018 تقريبا التشكيل كان وصل 56 لاعب. يا ده كان في البدايه خالص. على مدار المعسكرات كلها وصلوا لحد قبل البطوله، في منه الخرج واصابته طويله زي محمد محمود وكريم ندفد، والاصابه اللي كانت مؤقته هو طاهر طاهر ومحمود مرعي وفوزي من اسكندرية، دول الإصابات استقروا فنيا على ال 21 لاعب اللي هم تباروا معنا. كل محاضرات الكابتن في ان احنا قدامنا الهدف، هدف مصر، اهم حاجة عندنا مصر، يتابعها الاولاد نفسيهم، بيحفزوا نفسهم بنفسهم. عملوا شريط الاغاني الوطنية بتاعته. مين اللي قدم الفكره؟ مجموعه اللعيبه. اللعيبه يعني كان في حد خد الـ يعني زمام المبادره كده زي ما بيقولوا؟ هم يعني هم كلهم يعني رمضان صبحي مع طاهر طاهر وكلهم يعني ما فيش شخص معين، وعملوا الشريط حابب انهم يعملوا منتج اغاني وطنيه بالظبط، وجابوا كل اغاني وطنيه اثناء توجهنا الى الاستاد او عودتنا او رايحين التمرين او اخر بيسمعوه في الراديو ففي الاذاعه الداخليه للاتوبيس يعني. تمام. ده اللي احد اسباب النجاح، شعورهم بالمسؤوليه، الحس الوطني تجاه اللاعبين وان هم كتله واحده. تدخل بقى في تفاصيل كل ده، واحنا لما يجي الكابتن بيقول فلان اساسي وفلان احتياطي، لا تجد في اي وجه او يعني ضجر ولا 1% ده خالص، بالعكس ده تلاقي اللي قاعد على الدكه واحد عايز ميه راح جابه له من على الخط ويقدم له الازازه يشرب الميه او ياخد العصير اللي بيشربه.